واخيرا جربنا النسخه الجلوبال او يعني النسخه اللي وصلت مصر من شاومي نوت 8 برو، وقدرنا في خلال كام يوم نحدد كام حاجه مهمه في الموبايل ده زي السخونيه وقوه الشبكه واداء الكاميرات الفعلي. كل الكلام ده هتعرفه لاننا دلوقتي هنعمل مراجعه كامله للشاومي نوت 8 برو، الموبايل اللي عامل قلبان اليومين دول. نبدأ بالتصميم. بص يا سيدي، باختصار كده ده أحسن تصميم في الفئة المتوسطة، أو بمعنى أصح الفئة بتاعت الـ4000 جنيه. يمكن ده أكتر حاجة عجباني في الموبايل. الموبايل برنس في نفسه كده، تقفيله حلو جدا والفريم قوي في إيدك. أول ما بتمسك الموبايل بتحس فعلا إنك ماسك موبايل خامة محترمة، بس طبعا لازم تبقى فاهم الموبايل ظهره من الإزاز، والإزاز سهل يتكسر، ولا أنا في المي 9 تي عبرة. فبعد إذنك لازم تبقى فاهم إنك بتشتري موبايل فئة متوسطة مش فلاج شيب، والإزاز بتاع الفئة المتوسطة ده لازم تحافظ عليه، ما تشيلوش من الكفر اللي معاه، وتكون أنت من الأشخاص أصلا اللي مش بيوقع الموبايل كتير وما عندهمش بقى أطفال والكلام ده. الكاميرات الخلفية ليها بروز، يمكن اقل من بروز الكاميرا بتاع النوت 7، بس برضو البروز موجود حتى بعد ما تركب الجراب اللي معاه. كل مرة بسند الموبايل على المكتب بسمع صوت ازاز الكاميرا، لازم تجيب جراب تاني تخين شوية زي ما عملنا في النوت 7. الموبايل شاشة كبيرة وبطارية كبيرة، وده مؤثر على وزنه اللي داخل على 200 جرام، بس تخنته بصراحة مقبولة تحت 9 ملي. بس توزيع الوزن في الموبايل ده كويس جدا، يعني مش هتحس انك ماسك موبايل تقيل في ايدك، بس اكيد هتحس انك ماسك موبايل حجمه كبير خصوصا ان الشاشة كبيرة. بس بصراحة الشاشة الكبيرة دي حلوة قوي في الجيمز. ندخل بقى على الشاشة. شاشة 6.5 بوصة من نوع IPS بدقة فول اتش دي بلس. الشاشة فيها نوتش محطوط فيه السيلفي. الشاشة ما فيهاش اي فن او تجديد، ولا هي اموليد ولا هي كامله بموتور. الكلام ده لو عاوزه ممكن تبص على المي 9 تي من شاومي وتزود المبلغ شويه، انما انت هنا بتتكلم عن فئه سعر اقل شويه، فالاهتمام كان اكتر بالاداء والكاميرات. عموما الشاشه الوانها كويسه، استطاع تحت الشمس كويس، من الاخر ما شفتش مشاكل مع الشاشه. الحواف حوالين الشاشه مقبوله، الحافه السفليه قلت شويه بس الحافه العلويه زي ما هي، كانت محتاجه تقل شويه. بالنسبه للحمايه للشاشه فهي مدعومه بجوريلا الجيل الخامس، بس الموبايل بيجي من غير سكرينه، ولازم اكيد يعني تشتري له سكرينه علشان تحافظ عليه. ندخل بقى على الاداء، النقطه اللي عليها جدل كبير قوي. من فتره جربنا النسخه الصيني من الموبايل ده وقلنا عليها بتسخن شويه، ناس كتيره طلعت هزرت وقالت تقلي عليه بيض وتشغل دفايه وكلام كده. بص يا سيدي ركز معايا، بعد تجربتنا النسخه الجلوبال اللي هي وصلت مصر، وبعد ما وصل تحديث كده 300 ميجا ظبط الدنيا شويه، تعال افكرك بشويه حاجات. معالج الموبايل ده ميديا تك جي 90 تي، معالج جديد اول مره نجربه في الموبايل ده، ويعتبر من اقوى معالجات الفئه المتوسطه حاليا. الفكره ان المعالج ده ثماني النواه وتردداته بتوصل ل 2 جيجا هرتز مع تكنولوجيا تصنيع كبيره شويه 12 نانو، وطبيعي مع القوه الكبيره للمعالج بتكنولوجيا التصنيع الاعلى من 10 نانو لازم نلاقي سخونيه. الموبايل فيه انبوب تبريد مائي علشان يحاول يلم السخونيه شويه، بس مع التجربه وبعد التحديث اللي ظبط الدنيا شويه اكتشفت ان المشكله في توزيع السخونيه في جسم الموبايل، واللي بيظهر المشكله اكتر الازاز اللي بينقلك الحراره اسرع. بمعنى انك لو قاعد مثلا في طريق وبتلعب كول اوف ديوتي زي ما انت شايف، هتحس ان الجزء اللي جنب الكاميرا سخن قوي، والحته دي اصلا طبيعي ان انت بتبقى ساند عليها ايدك وانت بتلعب، وبتحس ان باقي الموبايل ما سخنش كده، فطبيعي عقلك هيترجم ان في مشكله في الحراره في الحته دي، على عكس الموبايلات التانيه اللي بسناب دراجون واللي السخونيه بتبقى متوزعه بالتساوي في جسم الموبايل كله. وبالتالي لو عاوز الإجابة على سؤال هل الشاومي نوت 8 برو بيسخن؟ بيسخن بعد نص ساعة ألعاب تقيلة، وده طبيعي في الفئة السعرية دي وكل المنافسين بيسخنوا. السخونية خطيرة في الموبايل ده؟ لا مش خطيرة، يعني هتعرف تمسك الموبايل عادي وهتتعامل بيه، ويعني مش الموضوع مش مأفور زي ما انت متخيل، بس زي ما قلت لك توزيع الحرارة وإن الموبايل من الإزاز هو اللي مخلي احساسك للحراره في الموبايل ده هتبقى اكتر من الموبايلات التانيه اللي في نفس الفئه السعريه. حرفيا علشان اطمن وانا بعمل لكم الريفيو ده، قرصت على الموبايل ده كتير قوي في الالعاب تحت الشمس وباستخدام موبايل داتا اللي هو اسوأ ظروف ممكن الموبايل ده يشوفها في لعب الالعاب عليه، ومفيش ولا مره هنج ولا مره قفل اللعبه، والاداء ثابت وما قلش اي حاجه يعني، ولا ايدي بقى اتلسعت ولا الكلام ده كله. بالنسبة للاستخدام العادي برامج السوشيال والمكالمات والتصوير، الموبايل ما بيسخنش فيهم ومفيش اي مشاكل، والموبايل ما كانش فيه اي مشاكل في الاداء في الفترة اللي جربته فيها.
وعموما هنوفيكم بالجديد لو وصل تحديث تاني زبط موضوع السخونية اكتر واكتر. واحب افكرك ان الموبايل ده اعلى موبايل حاليا ب 4000 جنيه من ناحية تشغيل الالعاب، يعني بيشغل ببجي على الترا اتش دي ار، وكمان بيشغل كول اوف ديوتي على فيري هاي، كمان بيشغل فورتنايت بشكل رسمي، وبتشتغل كمان على اعدادات جرافيك هاي، وكل الالعاب شغالة زي الفل بدون اي تهنيجات. ندخل على عوامل امان، بصمة خلفية سريعة جدا زي كل موبايلات شاومي، وكمان الفيس انلوك سريع جدا جدا وما فيهوش مشاكل. الموبايل جايب اندرويد 9 المبني على واجهة شاومي 10.4 اللي فيها نايت مود بيقلب قايم نسود، وكمان بيدعم تشغيل نسختين من كل البرامج. الموبايل فيه كل المستشعرات اللي شغالة زي الفل، ضوء، تقارب، بوصلة، جيروسكوب، وكمان بيدعم تشغيل الراديو. وكمان الموبايل بقى متميز في وجود مستشعر الاي ار اللي متعودين عليه من شاومي، واللي هو مش بتلاقيه في اي موبايل تاني منافس. ومعاك برضو لمبة اشعارات جنب النوتش فوق، نورها ضعيف شوية بس اهي موجودة، وبتنور بلون ابيض بس، وكمان شغالة كويس. وكمان ايكونز الاشعارات بتظهر جنب النوتش عادي، يعني موضوع الاشعارات كويس جدا في الموبايل ده. بالنسبة للشبكة، جربنا الشبكة كتير وملاحظ كده اخر 3 موبايلات من شاومي جربتهم ما كانش فيهم اي مشاكل في الشبكة، والنوت 8 برو مكمل وراهم والشبكة كويسة جدا ما فيهاش اي مشاكل. بالنسبة لصوت السبيكر بقى الخارجي، بصراحة انا زعلان جدا، كنت متعود على صوت عالي من شاومي، يمكن كان بيبقى اعلى من كل المنافسين، بس الصوت في النوت 8 برو ضعيف وواطي، وديله تقييم اقل من المتوسط. صوت سماعات المكالمات بقى عالي وكويس، وصوت سماعات الاذن يعني نص نص، مش عالي قوي ومش واطي قوي. ندخل بقى على البطارية، بطارية كبيرة 4500 ملي امبير، بس بالاداء الفعلي هتديك اداء بطارية 4000 ملي امبير من شاومي، بسبب ان المعالج زي ما قلت لك مش موفر قوي في استهلاك البطاريه خصوصا في الالعاب، يعني اللي هو بياخد راحته كده، يعني بيجري كده ويسحب من البطاريه عادي علشان يديلك اداء كويس. مع الاستخدام التقيل البطاريه هتستحمل حوالي 6 ساعات وشويه شاشه مفتوحه في خلال يوم من الاستخدام، يعني النتيجه مش الممتازه ولا النتيجه الوحشه، حاجه كده بين البنين. وبالنسبه لزمن الشحن، بيشحن من 10% ل90% في خلال ساعه وربع عن طريق منفذ الشحن التايب سي والشاحن السريع ال 18 واط اللي بالمناسبه بيجي معاه في العلبه، بس اخر 10% بياخد فيهم حوالي ساعه لربع، وبيبقى الوقت الاجمالي للشحن من 10% ل100% في ساعتين، فيعني انا رايي انك مش هتحتاج ان انت تشحن اخر 10% دول. ندخل على الكاميرات، الكاميرا الخلفيه الرباعيه الاساسيه 64 ميجا بكسل بمستشعر جديد من سامسونج جي دبليو 1 فتحه عدسه 1.8، والثانيه للتصوير الواسع 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، ومعاك واحده 2 ميجا بكسل لحسابات العزل، والاخيره 2 ميجا بكسل تصوير الماكرو، والسيلفي 20 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.0. حاولت اسطب جوجل كاميرا النسخه الجديده اللي هي 6 اللي فيها النايت سين، ما اشتغلش على الموبايل ده، النسخه القديمه 5 هي اللي اشتغلت واللي طلعت نتائج مش قد كده، فمش هعرضها عليكم، واكتفي بتطبيق الكاميرا بتاع شاومي اللي فيه نايت مود ووضع ال 64 ميجا بكسل ووضع الماكرو والبورتريه والوايد انجل والكلام ده كله. بصراحه كان نفسي ان الاقي نسخه شغاله لجوجل كاميرا الجديده للموبايل ده، بس يعني للاسف موضوع بقى الميديا تك هياخر ان حد يعمل نسخه جوجل كاميرا تشتغل بكامل كفاءتها على الموبايل ده، وممكن اصلا يعني الموضوع يفشل، لسه هنشوف وهتابع معاكم. خلينا يلا نبدا بعرض الصور على طول. بيعجبني دايما في شاومي الوان البشره في التصوير الصبح بتبقى مظبوطه جدا، وكمان البورتريه بيبقى احترافي قوي، وكمان مش بيقل تفاصيل عن الصوره العاديه، والكلام ده تقدر تشوفه بعينك في الصور اللي قدامك دي. بالنسبه بقى للورد والشجر والكلام ده، فهو برضو واقعي بشكل كبير وبينقل لك الصوره زي ما كانت عينك شايفاها. نجرب بقى الوايد انجل، كويسه برضو زاويتها مقبوله جدا، وكمان ك اتش دي ار وتفاصيل كويسه جدا. بالنسبه بقى للعدسه الماكرو اللي بتقدر تصور بيها حاجات قريبه قوي من الكاميرا علشان تلقط تفاصيل العدسه الرئيسيه، مش هتعرف تلقطها لان الحاجه اللي انت بتصورها قريبه قوي من الكاميرا. الماكرو شغال كويس جدا والعدسه بتطلع نتائج وتفاصيل حلوه جدا، ودي تجربه لوضع ال 64 ميجا بكسل اللي بيدي لك صوره بابعاد كبيره قوي 6000 في 9000 بكسل، وعملت زوم ولقيت فيه تفاصيل كتير باينه زي ما انتم شايفين. مش عارف ايه اللي جاب القطه دي هنا، بس الصوره برضو طالعه ممتازه وتفاصيل والوان واقعيه قوي. اضاءه بقى داخليه، لسه برضو الكاميرات ممتازه وبتطلع الوان حقيقيه وتفاصيل كتير سواء صوره عاديه او بورتريه. نجرب بقى النايت مود، واللي مطلع صور انا شايفها مقبوله مش احسن حاجه، الالوان ما عجبتنيش قوي وحاسس ان النايت مود محتاج ابديت. ودي كده تجربه للنايت مود الشاومي قصاد نايت مود ريلمي في وضعيتين تصوير صعبين قوي، وحاسس ان شاومي مش عارف يسد
في الاضاءات الضعيفه قوي. ندخل على السيلفي. بالنسبه للسيلفي باختصار هو احسن حاجه بسيطه من النوت 7 والنوت 8 العادي، بتطلع تفاصيل كويسه جدا الصبح زي ما انت شايف، والبورتريه برده مظبوط وبيطلع صور كويسه جدا. في الاضاءه الداخليه برده لسه هتاخد تفاصيل كتير والوان يعني كويسه. بالليل بقى لو الاضاءه كويسه هتاخد صوره كويسه وتفاصيل يعني مقبوله، بس بقى لما الاضاءه بتقل بتلاقي النويز ابتدى يظهر والتفاصيل بتتمسح والالوان بتبقى بهتانه. ودي مقارنه الريلمي مع النوت 8 برو. اسيبكم بقى مع تصوير الفيديوهات. بالنسبه لتصوير الفيديوهات بالشاومي نوت 8 برو، فالموبايل ده بيقدر يصور 4K 30 فريم و1080 على 30 فريم او 60 فريم، وبيقدر يصور 720 وسلو موشن لحد 960 فريم في الثانيه. انا دلوقتي بصور على 1080 على 30 فريم علشان نشوف كواليتي بتاعه التثبيت الالكتروني في الموبايل ده، ونشوف جوده الصوت للمايك الاضافي اللي موجود فيه، ونشوف برضو جوده التفاصيل والكلام ده كله. واحب افكرك ان في هنا عدسه وايد انجل بتقدر تصور بيها لحد 1080 30 فريم. هسيبكم بقى دلوقتي مع تيست بسيط للتصوير بجوده 4K. وده كده تيست للتصوير 4K بالشاومي نوت 8 برو. طبعا هتلاحظ ان الصوره بتتهز، وده طبيعي لان مفيش مثبت الكتروني يا جماعه في الفئه المتوسطه كلها. وملاحظ هنا ان وانا بصور 4K يعني جربت اصور فيه فتره كبيره، الموبايل ما بيسخنش جامد في التصوير، يعني هو موضوع السخونيه بس اللي في الموبايل ده ظهر اكتر في الجيمنج، اكتر بعد ربع ساعه او تلت ساعه تبتدي تحس بيه، انما في تصوير الفيديوهات واي حاجه تانية بتعملها على الموبايل ده مش هتلاحظ اي سخونيه. هسيبكم بقى مع تصوير الفيديوهات بالليل. بالنسبه بقى للتصوير بالليل، فانا دلوقتي بصور بالنوت 8 برو. بيعجبني دايما في شاومي انها من افضل الموبايلات اللي كنت دايما بصور بيها بالليل، فهل يا ترى النوت 8 برو لسه مكمل على الوضع بتاع موبايلات شاومي في الفئه المتوسطه في التصوير الفيديوهات بالليل؟ عموما هنشوف مع بعض في فيديو مراجعه النهائي، وانا دلوقتي بصور على كواليتي 1080 30 فريم في الثانيه، وحابب افكركم ان الاضاءه حواليا ضعيفه جدا جدا، ودي اصعب ظروف تصوير ممكن تصور بيها فيديو بالموبايل في بالليل. بالنسبه للاسعار، النسخه ال 64 جيجا مع 6 جيجا رام سعرها 3999 جنيه، والنسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام سعرها 4222 جنيه. وللاسف ينفع تركب شريحتين اتصال مع بعض او شريحه وكارت. طيب رايي النهائي في النوت 8 برو، بص من الاخر تشتري النوت 8 برو لو همك الاداء رقم واحد، يعني انت راجل جيمر وعايز تاخد احسن اداء في الفئه السعريه دي، لان ده حرفيا افضل موبايل في تشغيل الالعاب في فئته السعريه. موضوع السخونيه وضحناه كويس، واللي اعتقد هيتحسن اكتر بالتحديثات، وكمان الشاشه كبيره وهتكمل لك تجربه الالعاب الممتازه عليه، وكمان التصميم بتاعه شيك جدا وفخم وزجاجي، ودي حاجه مش موجوده عند معظم المنافسين، وكمان في لمبه اشعارات ومستشعر الاي ار، ودي الحاجات اللي بتعجبني دايما في موبايلات شاومي. اللي ما عجبنيش بقى في الموبايل ده، الكاميرات بالليل محتاجه لسه شغل كتير وابديتس كتير، واكيد موضوع توزيع السخونيه اللي قلت عليه اللي دايما هيحسسك ان الموبايل بيسخن محتاج يتظبط شويه برضو في تحديثات، وبروز الكاميرا اللي هيخليك تشتري جراب تاني غير اللي جاي معاه، واخر حاجه صوت الموبايل اللي اقل من المتوسط، ودي اكتر حاجه انا متفاجئ منها في الموبايل ده. دي كانت مراجعتنا للنوت 8 برو. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتعمل كومنت وتقول لنا لو معاك 4000 جنيه تشتري النوت 8 برو ولا هتفكر في بديل تاني، وتاكد انك عامل سبسكرايب في قناه موبيزل علشان في مقارنات كتيره جايه في السكه.